برعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، شهد الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي حفل تخريج 535 طالبا من الدفعة 26 لكليات التقنية العليا بإمارة أبو ظبي. وقدم محمد عمران الشامسي رئيس مجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا شرحا حول رؤية الجيل الثاني والتحديات المستقبلية لخلق جيل قادر على التعامل مع وظائف المستقبل من خلال ربط الشهادات الأكاديمية بالشهادات الاحترافية. مناسبة التخريج مناسبة عزيزة علينا كلنا وعلى الوطن، وبهذه المناسبة أرفع آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وإلى إخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد، وكذلك إلى أولياء الأمور طلبة بهذه المناسبة، مناسبة تخريج الدفعة 26 من طلبة كليات التقنية العليا. اليوم كان عندنا تخريج كليات أبو ظبي والظفرة والعين من كلية أبو ظبي للطلاب، عندنا تقريبا 392 طالب تخرجوا اليوم. نحن جدا فخورين بهم ونرفد فيهم سوق العمل، واليوم نحن كليات التقنية بصدد يكون عندنا النسخة الإصدار الجديد من كليات التقنية العليا اللي تعمل تزاوج هجين ما بين التعليم الأكاديمي وكذلك الشهادات المهنية ذات العلاقة بالمسيرة الأكاديمية. وتعهد المتخرجون بالإسهام في بناء مؤسسات دولة الإمارات ورد الجميل للقيادة المعطاءة والوطن. الحمد لله، طبعا يوم تخرجنا ونفس الجروب اللي كنا فيه بدينا فيه وانهينا، ان شاء الله مشاريعي في المستقبل ان اطمح للماجستير والدراسات العليا. طبعا انا في وظيفه في جريد معين، وعلى هالشهاده طبعا بروح للجريد الثاني، وطبعا اطمح للاكثر خاصه لما دخلت كليه التقنيه العليا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بفضل من الله ودعاوي الاهل وقيادتنا الرشيده، الحمد لله تخرجنا اليوم دفعه 26 من كلية التقنية العليا، والحمد لله فرحة ما بعدها فرحة. إن شاء الله أن مستقبلنا ما يوقف لهنا، بنكمل إن شاء الله ماستر ودكتوراه إن شاء الله بعدها.